كما تعلمون يعني امتثالا للأمر الملكي الكريم أحيانا الموافقة على خطة التطور في القطاع الصحي، وأيضا للواجب الوطني الذي نستشعره جميعا نحن في المملكة العربية السعودية أبناء هذا البلد العريق، وأيضا امتداد للدور الريادي لوزارة التعليم في قطاعاتها المختلفة على صعيد العمل التطوعي، ويمكن أن تسهم حقيقة في تحقيق رؤية المملكة، لأن رؤية المملكة تستهدف العمل التطوعي بشكل واضح وجلي. ما يتعلق بجانب العمل التطوعي، نحن الحمد لله يعني بدأنا هنا في إدارة التعليم من وقت مبكر جدا، ربما مع بداية انتشار الفيروس، وقام الزملاء والزميلات سواء في إدارة النشاط الطلابي أو في غيرها من الإدارات المعنية بجهود عظيمة وكبيرة، يعني تعاونوا فيها مع زملائنا في الصحة، إضافة إلى حملات التبرع بالدم، إضافة إلى جهد توعوي ضخم جدا وكبير الذي قام به الزملاء والزميلات أيضا في إدارة الإعلام أو في الصحة المدرسية أو في النشاط أو في الأمن والسلامة، أيا كانت الإدارات، فقدموا جوانب مهمة ولافتة للانتباه. اليوم نحن هنا في هذا الاجتماع من أجل الاطلاع على خطة العمل التي بدأناها فعلا، ولكننا نريد أن نقيم العمل الذي قمنا به وما الذي سنقوم به خلال الفترة القادمة إن شاء الله. دعواتي للجميع بالتوفيق والسداد، شكرا لكم.